السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. أيام زمان كان الراجل هو المسؤول الأول والأوحد عن البيت، هو اللي بيشتغل عشان يوفر طلبات الأسرة. مع تطور الحياة وتغيير المفاهيم دخلت المرأة سوق العمل وبقت تشتغل علشان تحقق ذاتها وتأمن مستقبلها، ومع مرور الوقت بقت المرأة بتتحمل المسؤولية وبتشيل الهم أكتر من الأول. أنا شفت نماذج في الحياة، الست هي اللي شايلة مسؤولية البيت، وبرضو شفت زوجات بتشتغل في البيت علشان تساعد جوزها وبيتها قدام طبعا ارتفاع مصاريف الحياة وزيادة المتطلبات. الجميل بقى في الموضوع إن المفهوم ده بدأ يتطور، وبدأت كتير من المؤسسات تدعم المرأة المعيلة وتساعدها سواء بالأفكار أو المواد الخام أو عمل المعارض للمنتجات اللي بتنتجها المرأة المعيلة. مؤسسة الزهروان واحدة من المؤسسات الرائدة في المجال ده. إحنا دلوقتي هنشوف تقرير المرأة المعيلة، بس قبل ما نشوفه عايزة أقول إن الشغل عمره ما كان عيب سواء للراجل أو للست، طالما أنا بجتهد علشان أعيش بالحلال يبقى إن شاء الله ربنا هيكرمني، لكل مجتهد نصيب. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا. سلامة، أنا ربة منزل، أنا حاصلة على الإعدادية، بس كان ظروفنا شوية كده، الحاجة اتهزت السوق فالدنيا ضيقت شوية، فأنا فكرت أساعد في البيت وأساعد مع جوزي، وولادي كانوا في التعليم كلهم في مراحل التعليم ومش عارفة أعمل إيه، فقلت لأ لازم أساعد ولازم أعمل، ولما لقيت الفرصة قدامي فاتجهت للحاجة اللي أنا أقدر أمشي فيها وعليت، والحمد لله. انا ما كنتش بعرف اعمل ممبار، ما كنتش بعرف اعمل ورق عنب، ما كنتش اعرف اعمل الا الكرنب، بس اتعلمت وجبت واحده صاحبتي علمتني وتعلمت وتي تي 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 تي. الحمد لله بقيت كويسه وبقى عندي ناس وبيشتغلوا معايا والدنيا وسعت والحمد لله. بدات مع مؤسسه زهروان، عملت اشتغلت، وبصراحة بقوا يجيبوا لي شغل، حاجة اللي ما عرفهاش أقول لهم أنا مش عارفة كذا، مش عارفة كذا، مش عارفة كذا، بقى يساعدوني. كنت بقوى بقى قوية جدا، الله يبارك لي، في الأكل تحفة. وابتديت بقيت أقول لهم طب ما فيش 100 وجبة، طب بلاش، طب 150 وجبة، بقيت أقول لهم كده، لأن أنا ابتديت أعمل ال 50 وجبة بقت بالنسبة لي سهلة. أولادي كنت محمد أيامها في ثانوي، أولى ثانوي كنت بدفع لهم، كلهم دخلوا كليات خاصة، ما فيش إلا بنتي الكبيرة اللي دخلت آداب فرنساوي، كلهم دخلوا، كنت بساعد وكده، وبقيت أقول لهم لازم تشتغلوا، لازم كلنا نشتغل، لازم كلنا نعلى، ولازم كلنا نبقى كويسين ومستوانا كويس. الست تقوم وتشوف، بدل ما تقعد تتكلم في التليفون، بدل ما تروح لجارتها، بدل ما تضيع وقتها في النادي، تشتغل وتبتدي، ولو جوزها ظروف وحشة تساعده مش عيب.
اول زهروان، اول مورده كنت انا، وقدمت وقبلوني وقبلوني كويس جدا، وبقيت ابتدي وبقيت في حاجات ما اعرفش اعملها يقولوا لي اعمليها ويعلموني، والحمد لله ابتديت واشتغلت وعملت. وعندي يعني واحده صاحبتي منهم يعني جت وجابتني وحضنتني وقالت لي لا لازم تشتغلي ولازم تبقي قويه ولازم. ما كنتش بعرف اعمل شغل، ما كنتش بعرف اعمل المنبر ده، ما كنتش بعرف اعمله ولا ورق العنب، وتعلمت تعلمت تعلمت، وكنت اول مورده انا، وكنت اول ظرف اخده انا. ابتديت اعمل فراخ مشويه، وابتديت اعمل كاليلوني، وابتديت اعمل محاشي. اسمي سوسن رفعت زيادة، أنا بشتغل شابوهات وبشتغل مفارش، والحقيقة كان ليا يعني الحظ إن أنا أتعامل مع مؤسسة الزهروان، لأن الحقيقة يعني الحمد لله الحمد لله بيساعدوني بطريقة مش ممكن، لأن أولاً الأذواق عندهم راقية جداً، مش بياخدوا غير الأذواق الفعلاً الحلوة من أي حد، وبعدين هم كمان بيدوا افكار جميله قوي وبيساعدوني. وبعدين الميزه كمان اني انا ما ببذلش مجهود في التسويق، ان انا اجيب الحاجه وانا قاعده في بيتي معززه مكرمه، واجيب الحاجه هم يعيني اللي هم اللي واقفين وبيتعبوا، جزاهم الله الف خير يعني. ان شاء الله النهارده طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا المعرض الخيري السنوي بتاعنا. المعرض ده بيضم يعني قطاعين كبار قوي عندنا، هو زهروان هوم وزهروان فود. القطاعين دول عباره عن انه في سيدات بتعمل منتجات، المنتجات دي احنا بنحاول نسوقها لهم بحيث نرفع مستوى معيشتهم، وفي نفس الوقت المؤسسه هنا بتحط مارجن بروفيت بحيث ان انا اقدر اصرف من خلاله على الانشطه التنمويه اللي المؤسسه بتكفلها. طبعا عدد الانشطه التنمويه اللي احنا بنكفلها كبير جدا جدا جدا، فبيستدعي كمان مع العمل ده كله لازم تبرعات خارجيه، فبنحاول نعمل دعايه من خلال المعرض دوت للجمهور نعرفه بيه كمان من خلال ده على الانشطه بتاعتنا. طبعا احنا الهدف من المعرض السنه دي ان احنا نشتري جهازين تنفس صناعي لاطفال مبتسرين مستشفى بنها الجامعي. وربنا ان شاء الله باذن الله المستعان. وزي ما حضرتك شايف كده عندنا عدد كبير من الموردات قد ايه بيستنوا المعرض ده، ونفس الجمهور بيبقى مستني حاجه زي كده. أنا الحقيقة متابعة جمعية الزهران من زمان وباجي على طول، والنهاردة الافتتاح بتاع المقر هنا الجديد، وطبعا دي من المؤسسات المحببة ليا جدا، لأن أنا ببقى عارفة أي حاجة بجيبها من هنا إن هي رايحة لحاجات خيرية، مش إن هي يعني بندفع فلوس وخلاص. فده أكتر حاجة بتطمني. بلس كمان ان انا الحاجه اللي باخدها من هنا، اولا لو كنت باخد اكل انا عارفه ان الحاجه اللي بتيجي دي نظيفه ازاي وطعمها عامل ازاي. برضو تاني حاجه اللبس، لو بنشتري لبس او بنشتري اكسسوارز او ازدالات او اي حاجه، كل حاجه الماتيريال بتاعتها ممتازه. الحقيقه يوم رائع رائع بصراحه، منتجات يعني فوق الوصف، متنوعه واسعار معقوله جدا، والواحد بقى محتار ياخد ايه ويسيب ايه، يعني عايزين ناخد كله بصراحه يعني. فربنا يكرمهم، المؤسسة بصراحة عاملة نشاط خيري يعني نشاط كبير جدا 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 للأيتام وللناس المحتاجة، فما شاء الله عليهم يعني مؤسسة نشطة جدا. أنا عامة من عشاق الزهروان يعني، دايما بروح لهم، كنت فرحهم القديم وشايفة إن هم من تقدم لتقدم يعني، وحاجاتهم كلها كويسة وموثوق فيها وأسعارها كويسة.